كنتمنى النداء ديالي يوصل لجلالة الملك. كنتمنى أن حياة ماما تنقد وأن الكرامة ديالها تعطيها لها بلادها. السلام عليكم. كندير هذا النداء كآخر أمل هي في الحياة ديال ماما وفي الحق ديالها في لا بريزون شارج. فما بقى لي الا ندير نداء لجلالة الملك محمد السادس انه يوقف معايا باش نضمن الحق ديال ماما في الحياة والحق ديالها في لا بريزون شارج في لا كنوبس. الام ديالي الان في حالة صحية جد متدهورة في لوبيتال بول بروس في فرنسا. الاطباء قالوا لي ان الحل ديالها والامل ديالها في الحياه هو عمليه زراعه الكبد، ولكن للاسف ما يمكن لهمش يديروا الاجراءات اللازمه باش تاخذ هذه العمليه باش تبدا هذه العمليه، لان ما عندهاش اون بريز اون شارج لا من المغرب لا من هنا فرنسا. الوقت غدرنا والحاله ديالها تدهورت، والحل الوحيد اللي بقى لنا هو ان بلادها المغرب يعطيها هذا الحق كموظفة ساهمت حياتها كاملة في صندوق ديال لاكنوبس. كنتمنى النداء ديالي يوصل لجلالة الملك. كنتمنى ان حياة ماما تنقد وان الكرامة ديالها تعطيها لها بلادها.